يعني هسه لو نجي نطبق كلام الكيميكال شيفت على الشارت اللي اخذناه سبق قبل شويه عن الكيميكال شيفت على هذا الشارت، فيقولنا يابا انه عندنا قاعدتين اساسيه، انه شلون نعرف انه البيك او السيجنال الموجوده على الشارت مالتي هي دي شيلدد او شيلدد. يقولنا الشيلدد تظهر على يمين الشارت بينما دي شيلدد تظهر على يسار الشارت. يعني شنو قصدي يمين ويسار الشارت؟ انه البيك مالتي اللي تكون شلون نعرف انه هي شيلدد راح تكون باتجاه يمين الشارت. يعني شنو؟ يعني ما بين 1-2-3 تقريبا، هذني البارت بير مليون 1-2-3 تقريبا هالرينج. الدي شيلدنج 3-4 بعدها 5 متجهه باتجاه اليسار. يعني مثلا اذا انطانا بيكات مثلا على سبيل المثال، مثلا بيكات مثلا بيك على 1 مثلا هنا مثلا بيك على 1 بيك على 2 مثلا 3 واكو واحدة على 4، فيا هي الدي شيلدنج 4 اكثر وحده دي شيلدنج، يليها الثلاثة وشوي هاي تكون شنو، هاي تكون انترميديت، نسميها انترميديت يعني وسط، يعني لا هي دي شيلد لا هي شيلد بالنص، يعني صار انه همينة متأثرة بالأكسجين او الهالوجين اتوم اللي تمتلك لي كثافة الكترونية عالية، هتكون متأثرة بها، فنعطيها انترميديت. يعني هنا عندنا شيلدد وشيلدد هنا باتجاه اليمين، فانا هذا اقصد بيه انه هاي باتجاه اليمين وهذا باتجاه اليسار، تمام؟ رايح باتجاه اليسار، يعني سهار على الرقم 4 رايح باتجاه اليسار، فنقول انه هاي اكو فد ذرة او هالوجين يعني جاي يسحب الكتروناتها فصار لها دي شيلدين، تمام؟ واللي على اليمين اللي هنسميها اب فيلد اللي على اليمين، والداون فيلد نسميها على اليسار. خلص يجيكم مصطلحات بالام سي كيو داون فيلد واب فيلد. داون فيلد معناتها يسرى، اب فيلد معناتها يمنى، تمام؟ فهنا عاد يقول لكم بانه the term shielded means toward the right بينما the shielded means to the left. زين hence the resonance occur at higher frequency. يعني انه resonance مثل ما تعرفون resonance هو spin flip، يعني شو وقت يصير عندي spin flip لما يعني يصير عندي higher in energy بالتالي higher frequency. يعني احنا قلنا frequency يتناسب طرديا مع energy، مو ف higher frequency معناتها higher energy، لما نصل الطاقة عالية على ذرة راح تمتصها ويصير لها spin flip، تمام؟ يعني حيصل لها بين قوسين changes أو differences بالenergy مالتها، يعني كانت with the magnetic field صارت against the magnetic field، فهذا energy differences اللي سولفنا بداية المحاضرة. زين هنا شرحنا هاد down field يعني مالتها يسرى وال up field مالتها يمنى. من نقول shielded مالتها من نقول هاي الاتوم أو عفو هاي ال peak مالتها أو signal هي shielded، معناتها عندها lower chemical shift قلنا ما بين مثلا 1-2-1-0 تقريبا بيناتهم or to the right باتجاه اليمين، و the shielded يعني higher chemical shift and to the left، تمام؟ ونيجي على هذا المثال. على سبيل المثال انه عندي CH3 C-double bond O أو CH3 هنا لو نلاحظ هنا على هالكربون فجميع بروتوناتها تكون متساوية، يعني كل واحدة بنفس الـ environment من الثانية. بس هنا هاي الكربون وهاي الكربون الثانية، طبعا هنا عندنا 2 peaks يعني هو كل واحدة عندها environment شكل، هاي عندها environment وعندها environment، فدني عندي 2 peaks هنا، تمام؟ لكن البيك الوحدة تكون البيك الوحدة حتكون متساوية بالنسبة لل بروتونات مالتها، يعني مثلا هاي الهيدروجين equivalent to this hydrogen and equivalent to this hydrogen، نفس البيئة كلهم نفس البيئة، فها وهنا طبعا همينة نفس الحكي كذلك. يعني بالنظر منو دي شيلدد منو شيلدد، هاي دي شيلدد ليش؟ لأنه قريبة على ذرة كروسلبيتها عالية، يعني كثافة الكترونية مالتها عالية، تجي تسحب لي الإلكترونات باتجاهها وتسوي ليها دي شيلدينج، تمام؟ وهذا شيلدد to some extent، يعني وهمنا قريب على أكسجين أخرى، تمام؟ فهم يعتبر شيلدد to some extent، يعني هم أكو شوية تأثير قليل بس يعتبر شيلدد يعني، تمام؟ فهنا أنا قلنا بأنه ذني الهيدروجينات قلنا نفس الظروف equivalent to one another وهنا أنا عندي شيلد علينا، فمنطقي إنه راح يظهر هذا على يمين الشارت يعني up field لأنه يعني shielded وهذا down field
على يسار الشارت. فهذا الشارت مثل ما تشوفون قدامكم منو الـ O CH3 منو CH3. هذا CH3 هذا البيك مالته. ايش نكتب CH3؟ هي هاي هنا 3H هاي بيك، وهنا ايضا 3H هاي بيك اخرى. اثنين سنجليت، هاي سنجليت وهاي ايضا سنجليت. زين، ف الثلاثة اتش هاي نقصد بها او سي اتش 3، لانه لنا قريبة على ذرة سلبيتها عليه، فدي سيلها دي شيلدد، دي شيلدد، بينما هاي شيلدد بعيدة عنها. تمام.